السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، متابعين قناة أثاث ثقة. خوتنا اليوم جبنا لكم بليزيور موديل، كي نقول بليزيور موديل معناتها ماشي موديل واحد، ماشي زوج، ماشي ثلاثة، ماشي أربعة، ماشي ستة، ماشي ثمانية، بزاف لي موديل خوتي تاع لي طابل صالامونجي اللي يوميا راهم يدخلوا دي موديل جدد. عندكم هذا الموديل تاع طابل صالامونجي في لو بوا آتر، في الآتر قال احنا لكم في الآترا. هذه فيها ويشيز ثمن كراسة، شوفوا لي شستا وحش حال شابين خاوتي، خدمه كالعاده في الانتيطاش. الله يبارك خاوتنا، رانا نحضروا لكم حتى انتم خاوتنا ما راكم تخلوا والو. هذه خاوتي السعر تاعها هو 12 مليون و 12 مليون 800، دي سيدي خير الموديل تاعك والبركه عليك. عندكم خاوتي هذا الموديل ثاني، هذا نوفو موديل دخل، شوفوا كيفاش دايره القاعده تاعو، شوفوا كيفاش مخدوم من لهنايا. لي شستا ثاني بزاف هايلين، ها لكم الكرسي تاعو، موديل ما شاء الله. خاوتنا هذا الموديل فيه 6 كراسي، 6 كراسة، السعر تاعو هو والسلامة الله هو 11 مليون 800، 11 مليون و800. نروحو لتروازيام موديل حد الآن، هذا ثاني خاوتي، هذا راهو صغير في 160، هذا الموديل أوفال كالعادة في الآتر. هاي ليكم لاشيز تاعو، لاشيز بزاف صحيحة في الآتر، مام خاوتنا لي بي تاع طابل ثاني بزاف صحاح. السعر تاع هذا الموديل هو 10 مليون و800، 10 مليون و800. عندكم ثاني هذا الموديل ثاني، هذا خاوتنا الزجاجه تاعو الكحله هذه راهي فيكس ما تنحاش، مخدوم لهنا ستيل 45 45 درجه في الاتر. لي شيز تاعو اوسي كامل اون بوا اتر، تفضلوا خاوتي شوفوا لا فينيسيون، مخدوم كابيتوني في هذا لا كولور. السعر تاعو السعر تاع هذا الموديل هو 10 مليون و800. خاوتنا دوك نطلعوا الطابق الاول نزيدو نشوفوا دي موديل واحد اخرين. خاوتنا الله يبارك، الان رانا في الطابق الاول وكيما راكم تلاحظوا بليزيور موديل تاع لي طابل صالامونجي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هكذا نديروا جوله خفيفه وانتم ثاني شوفوا معايا لي موديل، بالك بالك تجي تطيحوا في كاش موديل اللي يعجبكم. هكذا وننصحكم خاوتي اي موديل يعجبكم اتصلوا في اسرع وقت، مانيش بريسي فيكم ولا، لانه خاوتي بزاف لي موديل لي لا سيري الله يبارك ثم عددكم راهو كبير، 150 ألف متابع ولا سيري تخلص بسرعه بسرعه بسرعه. هكذا احبابنا نبداو خاوتي بهذا الموديل اللي فيه ايطاجير من تحت اللي عاود ولا، هذا راهو كالعاده في الاتر. شوفوا لاشيز تاعو كيفاش مخدومه، متوفر بلي دو كولور بلونين، كابيتوناج متوفر بدو كولور في هذا البلو، هذاك لا كولور في البلو فخامه، صح المارون شباب، صح المارون والفناه، صح لا كولور بير ثاني والفناها، هذ لي دو كولور والفناهم، بصح في البلو هذاك تحس باللي حاجه فخامه تاع قصر تاع فيلا تاع هاكو، فاهميني خاوتي. لي دو راهم في الاتر فيهم 1.60 متر، مخدومين فلامي كيما راكم تلاحظوا لهنايا، مام لي بي تاع لاشيز كيما لي بي تاع لا طاب صالامونجي. خاوتي السعر تاع هذا طاب صالامونجي هو 11 مليون و800، 11 مليون و800، ب 11 مليون و800 برك متابعينا الكرام. شوفوا مام الكرسي خاوتي في لاريير تاعو الخدمة تاعو بزاف هايلة. نروحو ان اوتر موديل، عندكم هذا الموديل ثاني دخل جديد، هذا الموديل دخل جديد. الحاجة الشابة لي فيه هو انك كي تشوف هاكا من بعيد تشوف الزجاجة كحلة، كي تقرب ليها راك تشوف لو فيناج تاع اللوح. هذه حركة جد رائعة من المصنع تاعها باسكو لو شارم تاع اللوح راهو في الفيناج تاعو، راهو في ذوك التخطيط تاعو هكذايا ولا العروق تاع اللوح. خوتنا هاد لا طابل السعر تاعها هو 12 مليون و800، فيها 6 كراسة، بصح شوفوا الله يبارك طابلة كبيرة بزاف، تقدروا ما تزيدوا دي شاز منو من هكذا احبابنا. اللي حاب يوفر شوية دراهم ويدي 6 كراسة يقدر يزيد هكا دي شاز زيادة اونك يجوها ضياف ولا. شوفوا لي بي تاعها ثاني طري سوليد كبار ويربط ثاني بيناتهم لوحه ثاني، وعندكم لاشيز تاعها شوفوا كيفاش مخدومه ثاني اون بوا اتر، وهاي لكم لا فينيسيون، نقرب لكم لا فينيسيون كيما نقولوا احنا هنايا فينيسيون بلاستيك حاجه فيني ما شاء الله. عندكم هذا لاطابل خاوتي اللي شخصيا تعجبني، علاش عصريه وفي نفس الوقت تردك للثمانينات. هذه خاوتي راهي بيي غازيل، شوفوا كيفاش مخدومه بيي غازيل،
ميم هاك لو ستيل بيغازي راه داير حاله في شومبر اكوشي وراه دخل ثاني في لي طاب الباص وحتى في لي طاب صاله مونجي فيها قاعده زجاجيه بزجاج نوار من الفوق وشوفوا لاشيس تاعها كيفاش مخدومه مخدومه في هذا لو ستيل كابيتوني خاوتي السعر تاع هذا طاب صاله مونجي هو 11 مليون 800 11 مليون 800 ونساعدوا المتابعين تاعنا الاوفياء طبعا عندكم ثاني هذا الموديل خاوتي اللي راهو في الويشيز هذه طابله كبيره خاوتي كبيره بزاف فيها 2.30 متر 2.33 متر شو شومبرا شو خزانه تاع شومبرا الله يبارك اللي عنده لي تساع هذه هي لا طابله تاعو هاي لكم لي بي تاعها ثاني خدمه طري سوليد كبار ما شاء الله مام كبار وديزاين تاعهم شباب لاشيز كيما تاع الاخرى تفضلوا خاوتي بالنسبه لاشيز جاي انكليني شوفوا الاتر كيفاش هنايا جاي معوج هكايا الله يبارك خاوتي السعر تاع هذا لاطاب صالامون جي شوفوه مع بعض هو 14 مليون 800 14 مليون 800 راهي في الاترا وبالنسبه للزجاج الكحله هذه تقدروا تنحوها ماشي لازمه ولا تقدر تنحيها بصح هكا شابه من جهه تقدم منظر شباب من جهه ايضا راهي تحميلك لا طابل تاعك وثاني من جهه اخرى لي باي تقريبا كاميرا ما يجو هكذا زجاج فيها زجاجه في لا كولور نوار هكايا فهمتوا خوتي انا طر باي ثاني فيه زجاجه في النوار ثم خوتنا زجاجه طوندونس عندكم ثاني هذا لو موديل هذا الموديل ثاني بزاف شباب والحاجه الشابه اللي فيه هي لا سوليديتي تاع لا طابل ولا سوليديتي تاع لا شيز والثاني التصميم تاع لا شيز اللي راه عصري شوفوا الكرسي كيفاش مخدوم ما شاء الله كالعاده في الاتر اون بوا اتر مخدوم القاعده تاعها ثاني كابيتوني لهنايا بالانتيطاش الله يبارك ما شاء الله خاوتنا هذا لا طابله هايله 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 السعر تاعها هو 13 مليون 800 13 مليون 800 13 مليون و800 عندكم ثاني خاوتي هذا لا طاب صاله مونجي اللي راهي هنايا مخبيه شوفوا اخوتنا هذه ثانيه فيها 1.60 متر والسعر تاعها هو 10 مليون و800 شوفوا الكرسي تاعها كيفاش مخدوم تفضلوا شوفوا الكرسي ميم لو كابيتوناج تاعها ثاني في كولور بزاف شابه في الاتر شوفوا البيي تاع لا طاب البيي حاجه سوليد خدمه تقونه ب10 مليون و800 وساعدوا خاوتنا مرحبا بكم في محل اثاث ثقه اللي راهو يستقبلكم يوميا خاوتي نفتحوا الصباح بكري ونغلقوا العشيه كامل مرحبا بكم متابعينا ورانا هنا معاكم 24 ساعة في الارقام تاع محل اثاث ثقه نتمنى لكم يوم سعيد ونتمنى لكم دوام الفرحه والمتعه مع محل اثاث ثقه ما تنساوش الاعجاب والنشر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته